شوف كما كتشوفوا الضاله ديال الجهه هذه ديال الجامع. غادي تسقف هاد الجهة اللي من هنا، تبقى هاد الجهة هادي نس، هاد الجهة عاوتاني غادي يخصنا إن شاء الله السيما والحديد. غادي تسقف دابا ليها شي 370 متر ولا 400. غتبقى هاد الجهة هادي الخوت، هم أي حاجة راه في المسجد كنديروها هنايا. خدامة مساكين هذا هو الفصل ديال المسجد. ها هو هذه السيما، المهم اللي قد يساهم بأي حاجة مرحبا به. هذا المسجد هذا يجازيكم بخير. تبقى ديك الجهة اللي ليا كما كتشوفوا، كما كنقول لكم راهم يضاليو واحد الجهة وتبقى واحد الجهة إن شاء الله. غنطلع الفوق نشوفو عاود. ترافاي ترافاي ولي مليح. الله يحفظك. هاد الجهة هي سقفت الحمد لله. السلام عليكم. رشيد شحال كاين هنايا؟ شحال كاين هنا؟ 465 دابا اللي كاين هنا، واللي باقيه من هنا؟ باقي 450. المهم الخوت باقي 450 من هنا، اللي بغى يساهم في الحديد ولا السيما ولا أي حاجة مرحبا. هذه هي 460 كاملة هي تسقف. الله يعاونكم. بعد الوالدين. ها هي هنايا تسقفت هذه 460. المهم اي حاجه راه كنوثقوا هنا في المسجد. المسجد راه طالع تبارك الله خير. هذه هنا ذا القران كما كتشوفوا، هذه اللي هنايا ذا القران، هذه كومبلي هنايا، هذه اللي هنايا الدوشات. الجدارة هاد لاطيراس هادي هي اللي باقية مازال معاها. المسجد فيه 4 الفصادات كما قلت لكم، فيه هاد الفصادات تكون هنا شي جردة، لا بيسين لا اون فاس ليه. هنا
ساهم شي حاجه في هذا باقي هذه 400 وشي حاجه هذه خصها تسقف في خص الحديد الا خدي ساهم بالحديد ولا السيما ولا كلش مرحبا وما كتسقفوا تجيها شويه بشويه قدر المستطاع والله كثر المحسنين ان شاء الله اللي بغى الخير هذا مول الكاميو هذا راه مقاجي مع الجيد من اللي بدا من الجيد مسكين كيجيب الرمله ويجيب وهادي الصومعة خلصها واحد الصديق مسكين هو اللي خلصها سعدات وشاب ها هو الياجور ديالها 5000 ياجورة هو اللي تكلف هاد الصومعة هادي يتقبل منه وديجا كنخلص 100 شكورة نتاع السيمة او ما قريب يساليو داك المورسو ديال الدار الاخر المهم اخوتي بقى لنا هذيك الجهة اللي منها 500 متر تقريبا اللي بغى يساهم بالسيمة ولا باي حاجة تقبل منه ان شاء الله انا عادي المهم البارطاج اقل حاجه ما قدش حساب انسان ماديا يساهم بالبارطاج للفيديو والسلام عليكم.